للحديث أكثر تفصيلا بينضم إلينا دكتور علي قطب أستاذ المناخ. أهلا بك دكتور، ما خطورة تكرار حرائق الغابات بهذا الشكل؟ أهلا بك يا أستاذ شادي. الحقيقة طبعا تكرار حرائق الغابات ده مرتبط بدرجة حرارة، مرتبط أيضا بظاهرة الاحتباس الحراري، مرتبط أيضا بكمية الغابات المنتجة للأكسجين الضروري للحياة للتنفس كبشر وكائنات حية. تعرف احنا بنتنفس أكسجين، الهواء مكوناته أكسجين ونيتروجين وغازات أخرى، نسبة الأكسجين فيه 21%. تعداد السكان في العالم بصفة عامة بيكون بيستهلك هذه النسبة، ولذلك لابد من إنتاج أكسجين من خلال الرئة النابضة اللي هي الغابات. لما يحدث احتراق للغابات فبينتشر الحرائق بسرعة البرق. ليه؟ لأن الأكسجين من ضمن خواصه بيساعد على الانتشار، على الاشتعال، ويساعد على الاشتعال، فالنسبة بتزداد في وقت قصير. دي نقطة. النقطة الثانية، علشان تطفي الغابات دي بالمياه صعب جدا جدا. ليه؟ لأن لما تتحرك الطائرات وترش مياه فوق الغابات بينتج عنها غازات أول وثاني وثالث أكسيد الكربون، غازات سامة، ومن ضمنها غاز الميثان، غازات تقتل ما حولها من كائنات، وبالتالي فيها أضرار كبيرة جدا جدا جدا. إذن هذه الغابات المنتشرة في أوروبا نظر لأنها أصلا مناطق مطيرة فبيحدث فيها تولد لهذه الغابات، لكن الحرائق دي بتدمر كتير جدا. علشان كده بدأت الأوروبيين يستشعروا مدى خطورة غازات الاحتباس الحراري والتغير المناخي. علشان كده النهاردة في كوب 28 اللي هو مؤتمر المناخ الذي سوف يعقد في دولة الإمارات العربية الشقيقة، عاملين يعني بما يسمى تبريد الهواء. يعني ايه؟ عاوزين يجمعوا بان يبقى في مساهمة من الدول لتبريد الهواء، وان كانت دي مكلفة جدا 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 وصعب تنفيذها على ارض الواقع، ولكن الحقيقة طبعا ان عشان يتم وقف لهذه الظواهر الجوية، مش هقول وقف لان انا ما اقدرش نوقفها، لكن الحد من الكوارث الناتجة عن هذه الظواهر العنيفة لابد من الحد من الانبعاثات الكربونية. وعشان يبقى في حد من الانبعاثات الكربونية يا استاذ شادي، لابد على الدول الصناعية الكبرى التي توجه اهدافها السياسية نحو تنميتها المستدامة، يجب ان تنظر الى الارض وكوكب الارض والى مجتمعاتها اللي هتعاني، وهي بتعاني دلوقتي، اللي هتعاني مستقبلا اكثر بكثير مما هو موجود من هذه الحرائق، من الفيضانات، من الاعاصير، من التصحر، من تلوث الهواء، من الغذاء وضرر الغذاء وإنتاجية الغذاء على مستوى العالم. احنا في افريقيا متأثرين بس هم هيتأثروا، ما كانوش متأثروا زمان، ما كنتش تلاقي في تكييف في اوروبا من 25-30 سنة، النهاردة بيشترطوا ان كل بيت يبقى فيه تكييف. ليه؟ عاوز يبرد الجو في عنده. وده برضو التكييفات كثرها ده برضو بيدي، التكييف بيعمل ايه؟ بيديني هواء بارد جوه، هواء لطيف، لكن في نفس الوقت بيطلع لي هواء ساخن بره. أيوة. وبالتالي قطرة هذه التكييفات اذا كانوا هم بيعملوا تكييف على حكاوي كيف مول بدرجة كبيرة عشان يبردوا، او شارع او منطقة، ده كله بيليه اضرار بتنتج عن تسخين الهواء الناتج عن تبريد الهواء داخل الغرف. تعتقد يا دكتور انه يعني بعد ما وصلت كل هذه الظواهر الجوية العنيفة الى البلاد الصناعية الاكثر تقدما وتطورا في العالم، انه حيتخذ اجراءات جادة هذه المرة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية؟ انا بسأل هذا السؤال دائما، وانا عندي رأي لن ولم، الاثنين نفيه، لم ولن، ان الدول الصناعية تنفذ هذه التوصيات بما جاءت به من اجله. بمعنى ايه؟ التوصيات بتقول التمويل الدولي العالمي، مفيش. التوصيات بتقول ايه؟ الحد من الانبعاثات الكربونية 2030 تبقى نسب قد كده 2050، مفيش الكلام ده.
وبدليل ان هم عشان يستخدموا النهارده تبريد الهواء محتاجين طاقه كبيره جدا جدا. هيجيب الطاقه دي منين؟ من استخدامه لطاقه الوقود الاحفوري. احنا بنتكلم كل ده يا استاذ شادي فيما هو على سطح الكره الارضيه. المشكله اكبر من ذلك في طبقه الغلاف الجوي ستراتوسفير التي تحتوي على طبقه الايزون. كل النشاط البشري الذي يحدث لتلوث الهواء بيؤدي الى خلل في منظومه الهواء في طبقه الايزون، وهذه الطبقه المفلتره الذي جعلها الله لحمايه كوكب الارض، الاحتفاظ بدرجه الحراره، انها بتحتفظ بدرجه الحراره، بتعمل ارتداد تاني لدرجه الحراره على كوكب الارض، عشان كده بنسمي اللي ظاهره الاحتباس الحراري. بتزداد قوه بسبب التلوث الهوائي اللي موجود، لان الاثنين بيأثروا في بعض، التلوث الهوائي والبيئي يؤثر في الايزون، والايزون تؤثر في التلوث الهوائي وتزيد من التلوث الهوائي. دي نقطه. النقطه الثانيه حركه الطائرات، الطائرات تطلق غازات احتباس حراري ثاني اكسيد الكربون بنسب كبيره جدا جدا جدا، احنا ما بنحسهاش، لكن ده اللي يركب طائره وينزل، لو الطائرة دي قريبة من سطح الأرض على ارتفاع مثلا سي 2-3 كيلو، هيشاهد أتربة عالقة هي في شكل هواء ملوث. هذه الأتربة العالقة ناتجة مما هو على سطح الكرة الأرضية ومما هو قادم من طبقات الأوزون والتلوث الهوائي الناتج عن الطائرات. أنا بشكرك على هذه المعلومات الدكتور علي قطب أستاذ المناخ.